8/7/2011 ميلادية. اليوم يوم الجمعة. في هذا التصوير إن شاء الله سيتم في سنتروم هوسبي سنتروم، وإن شاء الله اليوم سيكون حديثنا عن الكميونة أو ما يسمى بالبلدية. يعني إذا نظرنا من خلال التطور العظيم الذي يعني حدث بعد الحرب العالمية الأولى والثانية في أوروبا، نرى أن البلدية هي كان لها دور كبير في بناء الفرد الأوروبي. فإن شاء الله سوف يكون حديثنا اليوم عن البلديات وكيف تكونت البلديات وما هو يعني مجالها في خدمة الفرد، ومن متى تتكون البلديات، وما هي الدعومات التي تصل إليها. فهذه يعني خطوة كبيرة جدا للرقي في أي دولة في العالم، وإن شاء الله سوف نأخذكم في لمحة صغيرة عن هذه البلديات التي أدت إلى رقي الفرد الأوروبي، وكيف يعني تطور عن طريق هذه البلديات. فإن شاء الله من خلال ما نصوره يوميا، فلا نريد من المشاهد الكريم أن يعتقد أننا نصور لكي نفتخر في أوروبا أو نفتخر، لا، فنحن أعلى من هذا الشأن بكثير، ولكن لكي يكون هناك نوع من الرقي بالبلدان العربية إن شاء الله في المستقبل. فحديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن البلديات في هذا المكان الجميل. سوف نتكلم قليلا عن البلدية. طبعا هنا في رينكيبي سنتروم يعتبر كيمون مستقل بذاته، أو بلدية مستقلة بذاته. فمما يتكون الكيمون؟ الكيمون هنا يتكون في البلدان الأوروبية من منطقة، هذه المنطقة تعتبر يعني ليست كبيرة بشكل كبير، وإنما جزء متوسع من المباني والمنشآت والمحلات والشركات، وكل كيمون مختص بذاته، وكل كيمون له دعم مخصص من الحكومة التي تقدمها إليه. فإن شاء الله سوف نرى يعني ما أهمية هذه الكيمونات إذا طبقت مستقبلا في البلدان العربية. طبعا الكيمونات إذا بدأتم يعني تفكرون في البلدان العربية، يوجد شيء اسمه الحواري أو المناطق في البلدان العربية. فنحن في البلدان العربية طبعا يكون هناك حكم شمولي أو فيدرالي أو ملكي أو جمهوري. فليس من المشكلة أن يكون هناك نظام الفيدرالية أو ما يسمى بكل منطقة تحكم ذاتها بذاتها، ولكن يكون الأساس يعني في اجتماع هذه الفيدرالية هو مكان معين أو حكومة يعني تدير شؤون هذه البلدية. فأولاً نتكلم عن البلدية. طبعاً هي مكونة من عدة مباني في منطقة معينة، وهذه المباني يوجد أو منطقة معينة يوجد فيها العديد من المباني والعديد من العمارات والفلل والشقق السكنية. طبعاً في البلدان الأوروبية لا أعتقد أن هناك فرد يمتلك ممتلكات خاصة، كل الممتلكات هي ملك للحكومة، ولكن المواطن يشتري يعني العقار أو ولكنه يدفع جزء يسير من هذه الدفعات إلى الحكومة، ولكن الحكومة تكون هي التي تدير أمر هذا الشخص. فعلى سبيل المثال إذا تكلمنا عن المباني أو الشقق السكنية أو العمارات التي تدار هنا، فهي عبارة عن شركات تشتري هذه المباني وتقوم ببيعها، بيع العقار، بيع الشقق، وتدفع عنها الخدمات. طبعا يوجد في العديد من البلدان الأوروبية طبعا خدمة الماء الحار والبارد مجانية، خدمة الكهرباء
يعني بأسعار زهيدة. الغاز يعني لا أعتقد أن دولة أوروبية إلى حد الآن تستخدم الغاز يعني غير البلدان العربية أو البلدان النامية، بلدان سواء أمريكا اللاتينية أو البلدان الآسيوية. يعني لا يوجد نوع قليل هنا من الكيمونات في أوروبا تستخدم خام الغاز لطبخ الأكل وغير ذلك من الخدمات، ولكن الطاقة الكهربائية هي التي يعني يؤخذ على عاتقها هنا بشكل كبير، وهي تدار أيضا عن طريق الطاقة النووية. الطاقة النووية التي هي تدمر العالم، التي كانت في مفهومها أنها تدمر يعني عالم وتهدم مباني، استخدموها الأوروبيين في بناء يعني أو باستخدامها باستخدام منظم وبشكل يعني يخدم مصالحهم الشخصية، وهي يعني توليد الطاقة وتوليد الكهرباء. فنعود مجددا إلى الكيمونات. فيوجد في كل منطقة من المناطق هنا كيمون هو الذي يدير شؤون المنطقة، الذي يسمى بالمحافظات أو يسمى بالمديريات في البلدان العربية. والكيمون هنا يتخصص في عدة أشياء، منها يعني إذا يعني يدير شؤون الناس، وجهة أخرى يعني جميع يعني الذي يسمونه بالمخصصات التي تصل من الحكومة إلى كل كيمون خاص به. وهذا الكيمون أو المحافظات تقوم بدعم هذه المنطقة سواء عن طريق السنترومات التي تسمى المراكز لبيع يعني أو الأسواق التجارية، المتنزهات والحدائق، المستشفيات. ويوجد في كل كيمون، على فكرة يوجد في كل بلدية هنا مستشفى ومركز صحي خاص بذاته. فعلى سبيل المثال هنا لو نرى في هذا المنطقة، طبعا هي منطقة ليست بالغنية جدا، هنا هذه منطقة هوسبي، ولكن إذا نظرنا إليها من منظور يعني شامل، هنا يعني يوجد أكثر من حضانة للأطفال، أكثر من حوالي 15 أو 20 يعني حضانة للأطفال، المدارس. طبعا كل حضانة للأطفال يوجد فيها ألعاب ترفيهية مجانية خاصة وملاعب للناشئين او يعني الشباب في سن المراهقه وسن البلوغ. وايضا يوجد العديد من هذه مما يسمونه بالمتنزهات العامه للاطفال. فلو شاهدنا هنا في هذا المكان القريب، اكيد انه تسمى هنا داجس او حضانة اطفال. وهذه حضانة الاطفال مكونة من عدة اشياء ليست صعبة التركيب او ليست مكلفة، او المواد الخام ليست مكلفة جدا. فاذا نظرنا الى هذه المنطقة الصغيرة هذه، هنا طبعا متنزه للاطفال ولكي يلعبون ويتنزهون هنا مع يعني مع اسرهم. وهذا ملعب صغير لكرة القدم وكرة السلة، و يعني أشياء صغيرة جدا إذا نظرنا إليها، أشياء صغيرة جدا ولا داعي للتكاليف والتكلفة والكلام. ففي كل مكان في أوروبا تجد متنزها للعامة، منهم يعني الذين يمشون في الطرقات، على سبيل المثال إذا كان هناك شخص يمشي في طريق طويل جدا، فترون كما ترون الآن هي خضرة أينما كنت في جميع عموم أوروبا، لأن يعني الطبيعة هنا يهتمون بها بدرجة كبيرة. فتجدون هذه المتنزهات، هذه الكراسي هي مجانية